حرائق في كل مكان، مشهد بات مألوفا في أغلب مدن العراق، استنفار شبه يومي وخسائر بشرية ومادية يصعب حصرها. معايير السلامة شبه منعدمة وتخصيصات مالية ضعيفة، هذا ما يؤكده الدفاع المدني الذي يعاني هو الآخر من الإهمال، حتى وصل الحال بالمنتسبين في مديرية الدفاع المدني إلى التعاقد مع المطاعم الشعبية زهيدة الثمن لتأمين إطعام المنتسبين. أكيد لا، ما توجد هناك خطة للطوارئ والكوارث الطبيعية والغير الطبيعية. دماؤنا رخيصة، بحرقة يصف أحد أقرباء ضحايا الحرائق في بغداد الحال الذي أفرزه الإهمال الحكومي تجاه دعم التعامل مع الحرائق. يعني احنا يوميا نطلع أرواح، شعب العراق دمه رخيص، احنا يوميا شنو سلام ماك يجيك ابو الدفاع المدني، ابو المدني هم حقهم العالم، صار لهم 5 أيام تشتغل الان، حتى لو ما شايفين. يعني انا قاعد اشيلك عندي 5. يعني لحد الان صار لي 5 أيام ما لاقي ولا واحد باليوم. ويا من تحكي. بنايات السقوف الثانوية التي تفتقر إلى معايير السلامة ضد الحرائق وسوء التخزين إحدى أسباب نشوب حرائق مأساوية تودي بحياة العشرات. أنت حاط لي مواد عطور، حاط لي ديناميت، يعني وين الرقابة؟ وين غير أكو رقابة؟ منو هاي الجهة اللي تسمح تخلي عطور وتخلي مثلا مواد متفجرة؟ يا شنو هي هاي؟ ولم يستبعد ناشطون أن تكون الحرائق مفتعلة ضمن عمليات الابتزاز والإتاوات التي تفرضها الميليشيات على أصحاب المحال التجارية والمشاريع، ولعل إعلان هيئة الاستثمار في النجف بأن حريق المدينة المائية في المحافظة كان متعمدا هو دليل آخر على وجود جهات مستفيدة من فوضى الحرائق. الفساد الإداري مأثر عليه، أقول لك يصدق على فساد الدولة مأثر عليه، وإلا هذا مفروض يتحاسب، يكون أمانة سلام مطافي حريق عنده أقل شيء فد 50-60 مطفى حريق جوه، لأن هو نار بنزين، هو لازم وسائل الأمان موجودة. إلا أن من بين أخطر الحرائق تلك التي تلتهم وثائق ومستندات خاصة بالدولة وبالمال العام، في حين تسجل معظم تلك الحرائق ضد مجهول أو بسبب تماس كهربائي.